أهلا بيكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صالون الصحة والجمال. معكم أميرة يحيى. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، موضوع في غاية الخطورة، موضوع يعتبر بجد هو القنبلة الموقوتة اللي موجودة في كل بيوتنا. أي حياة زوجية بيكون فيها مشاكل واختلافات وخناق أيا كان، وكنت اتشرفت قبل كده وقدمت لحضراتكم موضوع حلقة عن إدارة الخلاف الزوجي وإزاي إن إحنا عن طريق الذكاء نقدر نحل اللي بيننا. موضوع حلقتنا النهاردة أعمق وأكبر لأنه تأثيره على الأطفال اللي إحنا نتمنى إن يكونوا أفضل مننا. المشاكل اللي موجودة ما بين كل زوج وزوجة ونوعية الاختلاف ونوعية رد الفعل تأثيره بيكون إيه على نشأة أطفالنا ونفسيتهم وكمان صحتهم النفسية. يشرفني ويسعدني ان يكون موجودة معانا النهاردة دكتورة هناء توكل، الأخصائي النفسي وصاحبة ومؤسس مبادرة دعم للدعم النفسي. مساء الخير يا دكتورة، شرفتي قناة الصحة والجمال. موضوعنا موضوع كبير جدا ومهم ومخيف حقيقة. النشأة أطفالنا صح. في البداية خالص عايزة أعرف من حضرتك إيه الأسباب اللي ممكن تعمل مشاكل في الحياة الزوجية ما بين الزوجين؟ والله أنا بس عايزة أقول حاجة مهمة جدا قبل ما أبدأ أتكلم عن الأسباب. خليني أبدأ أتكلم الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا في الحياة اللي هو الزواج أصلا. يعني الجواز ده حاجة رباط مقدس ربنا خلقه ما بين الذكر والأنثى أو الزوج والزوجة، والهدف كان من كده أنه يبدأ يبني المجتمع بناء سليم. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية دي أنا دايما بشوفها من الآيات المبهرة في العلاقات الزوجية، حطت لنا قاعدتين مهمين في العلاقات الزوجية، المودة والرحمة، وقال لنا في نهاية الآية للناس اللي بتفكر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني مش أي حد ممكن يوصل للأساس السليم في العلاقة الزوجية. ومن حكمة ربنا كمان علينا أن الجواز ده كمان بيشبع لنا بعض الاحتياجات، عندنا احتياجات فسيولوجية طبعا زي الجنس وغيره، وعندنا احتياجات نفسية. الشخص لما بيكون عايش في جواز صحي سليم بيتوفر له بعض الإشباع للجانب النفسي، زي عندك تأكيد الذات، إحساسي أن أنا متقبل، إحساسي أن أنا متشاف، إحساسي أن أنا الطرف الآخر مديني بعض الاحتياجات النفسية فهبدأ أعيش سليم. ولكن إحساسي كمان أن أنا مسؤولة وأن أنا جزء من الشخص اللي قدامي وإحنا الاثنين مكونين حياة مع بعض، وهو ده أساس الزواج اللي هو المشاركة. مظبوط فعلا. بس إحنا بقى للأسف الشديد أي حد في حاجة جديدة عايز يدخل عليها بيتعلمها، اللي عايز يتعلم لغة جديدة بيروح يتعلم لغة جديدة، اللي ما بيعرفش يسوق بيروح يتعلم السواقة، بس احنا للأسف ما بنتعلمش يعني ايه جواز، وما عندناش كمان الإرادة اللي تأهلنا ان احنا نروح نتعلم حيثيات خاصة بالجواز عشان نقدر نعمل إدارة للخلافات الزوجية. وده الدولة في الفترة الأخيرة بدأت تدرك المشكلة دي، بدأت تعمل كورسز للمقبلين على الزواج إزاي هم قبل الزواج يبدأوا يتعلموا يعني إيه زواج. بالمناسبة كمان عايز أقولك حاجة مهمة، في سنة 2018 مركز المعلومات الخاص برئاسة الوزراء عملت إحصائية مهمة جدا، قالت تخيلي، والإحصائية برضو دي كانت حاجة صعبة قوي، تخيلي إن بتحصل حالة طلاق كل دقيقتين ونص، أنت متخيلة؟ مصر أعلى نسبة في الطلاق في الوطن العربي فعلا. وفي سنة 2019 عملوا لنا إحصائية كمان برضو في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قالوا لنا إن للأسف الشديد بتحصل 2.2 من عشرة لكل 1000 شخص بيحصل فيهم حالة طلاق، واحنا طبعا عددنا كبير جدا، معنى كده ان معدلات الطلاق في زياده. ومن ثم احنا لازم نبدا نعرف يعني ايه جواز، وازاي نبدا نفهم ايه هي الاسباب الخاصه بالخلافات الزوجيه اللي ممكن تاثر علينا بشكل سلبي. الاسباب الخاصه بالخلافات الزوجيه كتير قوي، عايز اقول لك بشكل كبير جدا لما عملنا احصائيات وعملنا دراسات على اسباب الزواج لقيناها كتير. حاجه عندنا اسمها سقف التوقعات.
أنا شخص متجوز عندي سقف توقعات بشكل كبير للحياة الزوجية، بيجينا في التلفزيون يقعدوا كده ايه يرموا بعض بالريش، عارفاه اللي هو الحاجات بنشوف كمان على السوشيال ميديا تهريج وضحك، اللي هو انا لو ما صح شفتش المشهد ده في الجواز انا مش هطلق. احنا فعلا داخلين فعلا داخلين على الحياه الزوجيه وفاكرينها ريش وورد وحياه ما فيهاش اي للاسف مشاكل. الشديد، وما بيبقاش عندنا قدر كافي ان انا ابدا افهم ان دي تحمل مسؤوليه زي ما فيها حاجات كويسه بلس كمان فيها حاجات مش كويسه. عندك كمان بعض الاسباب الخاصة بالخلافات الزوجية اسمها التزييف. الشخص الزوج أو الخطيب والخطيبة قبل الجواز بيبقى هدفهم كله إزاي يبحثوا على الكماليات وليس الأساسيات، بيهتموا قوي بالبيت، بيهتم بشكل البيت، بيهتم بالنجفة شكلها عاملة إزاي، السجادة عاملة إزاي، بس في الفترة دي ما بيحسوش نفسهم إزاي هم يتقربوا من بعض أكتر، يفهموا عيوب بعض أكتر، يعرفوا إزاي يتغلبوا على المشكلات اللي ممكن تواجههم في الحياة الزوجية، ومن ثم بتحصل لهم مشاكل كبيرة طبعا. ايه ده، هو ده الجواز اللي احنا كنا عارفينه؟ ده مش هو ده، وكنا ده الجواز ده من أسوأ الحاجات، ده الجواز ده يعني من أبشع الحاجات اللي موجودة في الحياة. بل بالعكس، احنا لما بيبقى عندنا مكنة وما بنعرفش نستخدمها زي الطبيعي هتبوظ. الجواز من الحاجات اللي ما بنعرفش نستخدمها زي. كمان سبب مهم قوي عايزه اقول لك عليه، ان في اسباب اللي بتؤدي لاسباب الخلافات الزوجيه الصفات السلبيه عند كل من الزوجين. التعنت، انا طول الوقت صح انت طول الوقت غلط، انا طول الوقت فكرتي هي صح انت طول الوقت غلط. الفكره المترسخه في دماغ الشخص ان انا طول الوقت ما بغلطش، الحياه الزوجيه مش عايزه كده، الحياه الزوجيه بتبقى عايزه خد وهات. تيجي نفكر مع بعض، طب تيجي نحل المشكله ازاي. في كمان الغيره من ضمن، هنكمل مع المشاكل الأساسية أو الأسباب الأساسية اللي بتؤدي للمشاكل ما بين الزوجين بعد الفاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ومستمرين في موضوع حلقتنا مع دكتورة هناء توكل، الأخصائي النفسي والأسري ومؤسس مبادرة دعم للصحة النفسية. قبل الفاصل يا دكتورة كنا بنتكلم عن المشاكل وأسبابها اللي بتؤدي للاختلافات ما بين الزوجين، ووصلنا عند الندية أو العنادية، وبعد كده الماسك اللي احنا بنبقى حاطينه على وشنا قبل الجواز، بنكون فرشين الحياه ورديه، عايزين نطلع كل حاجه حلوه عندنا، ما بنتعصبش ما بنزعقش، بنحاول نخبي الوحش بتاعنا اللي لما بنيجي مجرد ما بنتجوز نتصدم بيه على ارض الواقع. للاسف الشديد عندك حق، فعلا احنا بنكون حاطين ماسك قبل لما بندخل الحياه الزوجيه وبنتصدم بشكل كبير جدا. كنت عايزة أكمل لك نقطة مهمة جدا من أسباب الخلافات الزوجية اللي بتحصل، للأسف الشديد الغيرة، ودي دايما بنلاقيها في العيادات بتاعتنا. تلاقي يا الزوج طول الوقت عنده غيرة شديدة جدا جدا على الطرف الآخر، شريكة حياته، أو العكس صحيح. وده دايما بيورث خلافات وبيخلي فيه خلافات شديدة جدا ما بين الطرفين، بيعمل أزمة في العلاقة الزوجية. في حاجة كمان عندنا في العلم النفسي أو الطب النفسي بيقولك الاضطرابات الشخصية، وده باب كبير قوي عندنا في الطب النفسي، الشخصية النرجسية اللي طول الوقت شايفة نفسها ما بتغلطش، ما بيغلطش هو الصح بس أوامره هي اللي لازم بالزبط تتنفذ، ودي بتبقى خصوصا بتبقى في الراجل معظمها، اكتر بيبقى في الراجل فعلا بشكل كبير جدا. بس بتبقى الحياه مع الشخص النرجسي قاسيه جدا، لان الشخص النرجسي طول الوقت شايف نفسه هو اله والاخر عبيد، لازم يبداوا ينفذوا كل ما وضع لتنفيذه. فبتبقى فعلا من اكتر الحاجات اللي بنلاقيها في الخلافات الزوجيه اضطرابات الشخصيه. عندك كمان من ضمن وده موجود عندنا بقى في حياتنا، يعني في الفترات الاخيره بدات الحياه تبقى معقده اكتر، وبدأت الجوانب الاقتصادية تزيد بشكل كبير جدا، فبقى في أعباء بشكل كبير على رب الأسرة، ضغوطات العصر بشكل كبير جدا. ودايما مش بس رب الأسرة، الحقيقة احنا الأم كمان أو الزوجة بدأت تتشيل الحمل مع الراجل شوية. تعالي نشوف النهاردة، زمان كان الراجل ممكن يشتغل مثلا 6 ساعات وخلاص، النهاردة ممكن تلاقي الزوج بيشتغل مثلا فترتين، فبيبقى جاي ستريس، مضغوط بشكل كبير قوي، مش طايق حد يكلمه، مش طايق يقعد مع الولاد، فبالتالي حتى الدور بتاعه كأب
ما بقاش موجود، الدور بتاعه كزوج ما بقاش موجود، لأنه هو عايز يلاحق قطار الحياة من التزامات. الأم تلاقيها مثلا لو هي ما بتشتغلش، ده أبسط مثال جدا، تلاقيها قاعدة في البيت بتربي الولاد وعندها طلبات للبيت ونظافة نظافة البيت والاهتمامات بالحاجات دي والاهتمامات بالولاد ومذاكرة الولاد، كل الحاجات دي بتعمل عليها ستريس. طب لو الأمر زاد وبدأت وبتشتغل، طبعا ده هيزود الخلافات الزوجية، لأن هنا طول الوقت انت معايش او انت عايشة كرب اسرة او زوج او زوجة في ضغط شديد جدا وكبير جدا، فبالتالي طبعا ده هيأثر على وجود خلافات زوجية. قبل ما نتكلم عن تأثير الخلاف الزوجي على البيئة المحيطة بالزوجين، في جملة أحب أتعرف من حضرتك، لأن بسم الله ما شاء الله يعني حضرتك أسلوب ومحاورتك راقية جدا. أنا دلوقتي لما أجي أتجوز اللي قدامي ده فيه عيب أيا كان، بس أنا واثقة إنه بيحبني جدا، هل أنا لما أجي أرتبط بيه أرتبط بيه على أساس إن أنا هغيره ولا أتقبله؟ صدقيني معظم اللي بيتجوزوا بيتخيلوا ان هم هيغيروا الطرف الاخر، يعني محدش بيغير حد، مفيش حد بيتغير. تمام. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما نزل في كتابه العزيز قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني حتى ربنا اللي هو الاراده الكامله عنده ما بيغيرش بني ادم الا لما بيكون عنده القرار. مشكله الخلافات الزوجيه عنها بتحصل منين؟ ان انا شخص مرتبطه بحد والحد ده انا بحبه جدا جدا، ولكن لقيت عيوب، عصبي، عنيد، بخيل، بيعمل تصرفات انا مش متقبلاها، هتجوزه وبعد لما اتجوزه هغيره. مفيش حد بيتغير بعد الجواز الا لو كان الشخص ده فعلا متقبل التغيير. بس بيحصل خطوه بعد كده، ان انا لما باجي اتجوز وبحاول اغير الطرف الاخر وما بيتغيرش، بتحصل عمليه صدام وشجار ما بين الاثنين، وبالتالي بتؤثر بالسلب طبعا على الحياه الزوجيه. طيب اتقبله بس؟ يبقى ده كلام ظالم. الحقيقه التقبل لازم يكون مع جزء من التغيير، ولازم يبقى فيه عملية تفاهم ما بين الطرفين. مينفعش أكون أنا بخيل وكده عاجبك عاجبك ولو مش عاجبك خلاص، لازم الطرف الآخر يبذل مجهود علشان يبدأ يغير نفسه، العملية الزوجية تمشي بشكل سليم. تمام. تأثير الخلافات الزوجية على البيئة المحاطة بالزوجين، سواء كان الأطفال أو القرايب أو حتى الأصدقاء أو المعاملات الخارجية في الشغل، نقدر نعرف من حضرتك التأثير سواء كان سلبي أو إيجابي بيكون إيه في البيئة المحيطة بينا؟ عايزة أقول لك حاجة مهمة، دايما لما بنسمع كلمة الخلافات الزوجية الحقيقة بنتصدم، هيأثر على الأطفال. والحقيقة خلينا نقول بشكل واقعي أكتر، ما ينفعش نقول كلام عكس الواقع. هل يا ترى انت النهارده في بيت بيخلو من الخلافات الزوجيه؟ لا طبعا، اكيد مفيش. كل بيت فيه مشاكل أكيد. والحياه فيها مشاكل. مظبوط. وضغوط الدنيا زي والطاقه السلبيه بقت منتشره جدا جدا في كل مجريات حياتنا. فلما نيجي نقول ان الخلافات الزوجيه ده طول الوقت حاجه سلبيه، يبقى انا بصراحه حد مش واقعي. الخلافات الزوجيه ليها ليميت معين بتكون صحي، لازم يحصل عملية حوار ومناقشة وخلاف ما بيني وما بين الطرف الآخر. طيب. وإلا كده أنا هو مفيش بيني وبين احتكاك، مفيش تواصل، مفيش تواصل. يبقى في هنا مشكلة. لما ما بيبقاش في خلافات أو عملية تواصل، يبقى أنا عندي هنا مشكلة حقيقية وواضحة، لأن الطرف الثاني أنا مفيش بيني وبينه أي اختلاف خالص. وطبيعة الحياة ربنا لما خلقنا ما خلقناش كلنا شكل واحد، خلق ما بيننا اختلاف علشان خاطر الحياة تمشي. فالاختلاف أحيانا بيكون صحي واحيانا بيكون سليم علشان يحصل عمليه التواصل ويحصل عمليه التفاعل، والولاد كمان يبداوا يعرفوا ان في بعض النقاط الضعف ازاي ابدا اواجهها وتقوي عمليه الاسره. بس ده لغايه ليميت، ما ينفعش طول الوقت يبقى بنزعق وبنصرخ وبنضرب وبنعمل حاجات غريبه ونقول هو ده الخلافات الصحيه خالص. ليميت الخلاف بيحصل لما بيكون في اختلاف، عدا ذلك لا، احنا هنا عندنا مشكله. طيب الخلاف الزوجي اللي احنا بنشوفه بيتحدى حدوده، زي الضرب وزي الإهانة وزي السب وزي كلام احنا بنشوفه في الأول، ده طبعا غير مقبول خالص. ومش بس عشان أقولك يعني أكون صريحة معاكي، مش بس بيأثر على الأطفال، هو الإنسان بشكل طبيعي بيؤثر على ابنه. طيب أنا شخص لما بحس إن أنا متضايق مع زوجي أو عايشة في خلافات طول الوقت هبقى سعيد؟ أكيد لا، طول الوقت هبقى تعيس. ناخد تهاني. مساء الخير يا تهاني. الو، مساء النور. اتفضلي الدكتوره، معاكي يا تاني. لو سمحت انا عندي مشكله مع جوزي. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا استاذه تهاني. ماشي، اوكي، اتفضلي.
لو سمحت، انا عندي مشكله مع جوزي، بيكلم واحده في التليفون وكده، بس مش عارفه اعمل معاه ايه. يعني بشوفه وكده بس بيقول لي ما بكلمش حد وكده، وده سبب الخلاف ما بيننا. مش عارفه اعمل معاه ايه. يعني هو منكر، بينكر خالص ان هو بيكلم حد عليكي. تمام. وبسمع الكلام وكده، بيقفل التليفون وساعات يسيبني ويمشي، واقول له بتكلم مين، يقول لي ما بكلمش حد. تمام، هنرد عليكي يا استاذه تهاني. مشكله كبيره جدا زي اللي بتحصل في حياتنا. خيانة. الراجل ممكن يكون بيدي لنفسه الحق ان هو ممكن يكون يفرغ عن طاقته ويكلم حد على الفيس، على النت، غيره غيره غيره، وطبعا بيلجأ للكذب واللي هو انا مش بعمل حاجه. للأسف بس هي الشديد حاسه طبعا، وكل ست، كل ست بتحس بجوزها. دي حقيقة. طبعا لو خارج عن نطاق الغيرة الزايدة، يعني أحيانا في ناس بيبقوا عندهم غيرة زايدة برضه عشان ما نظلمش الرجالة، بس بشكل كبير فعلا في الآونة الأخيرة عايزة أقول لك إن السوشيال ميديا بقت بتأثر بشكل سلبي قوي على جدا. البيت، وبقى في خيانات زوجية بشكل كبير جدا. وإحنا دايما بنقول إن الخيانة مش بتبدأ من الفعل الكبير إن أنا أكون بتكلم، الخيانة أحيانا بتبدأ من نظرة، أحيانا بتبدأ من كلام، أحيانا بتبدأ من مقابلات وغيره. فالسوشيال ميديا الخيانة بتبدأ من التفكير يا دكتورة. بالظبط. مجرد ان انا جوزي او شريك حياتي او زوجتي او شريكة حياتي مش مالية عنيا، وانا بقارن بينها وبين غيرها وبتمنى غيرها، انا كده بقى بخون مراتي. للأسف الشديد، وده كمان يعني من ضمن الحاجات اللي بتأثر على البيت. الخيانة الزوجية دي للأسف بتأثر بشكل سلبي، مش بس على العلاقة بين الزوج والزوجة، ده بيتأثر كمان على الأولاد. لأن السؤال، أنت بتخون مراتك، أو العكس صحيح، أنت بتخوني زوجك، طب البيت ده هيبقى وضعه إيه؟ الحياة الزوجية دي هتستمر ولا مش هتستمر؟ طيب هل الطرف الآخر بيدفع ثمن خيانتك الزوجية دي على نفسه وعلى أولاده ولا لأ؟ المتصلة هنا في حاجات كتير لازم تسأل نفسها عليها، يعني إيه سبب اللي وصل الموضوع للخيانة؟ هل في تواصل أصلاً في الكلام، وفي تواصل لفظي ما بينها وما بينه، ولا كل واحد في حال؟ لازم تبدأ تدور على الأسباب. طب حضرتك شايفة إنها تواجهه وتفضل مصممة إن هي متأكدة إنه بيخونها، ولا تتجنب ده خالص وتبدأ تلفت نظره، أو إن هي تجيبه لعندها تاني وتخليه ينسى؟ هي هي واجهته تعمل فعلا. يعني هو ده الحل؟ لا مش هو ده الحل، هي فعلا واجهته، بس هو هي واجهته بس انكر. هو بينكر. ده حقيقه. عمر ما هو هتواجهه وهيقول لها اه فعلا انا بعمل كده. طب معانا استاذ محمد على التليفون. مساء الخير يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل الدكتوره مع حضرتك. دكتوره، اتفضل دكتوره هناء مع حضرتك. سبب الخيانات الزوجيه هو البعد عن ربنا يا فندم. لو كلتنا عارفين ربنا ومتاكدين من كده كويس، مفيش هيبقى خلافات زوجيه. اكيد. تشتت الاسر اليومين دي اللي بنشوفها، في سبب تشتت الاسر في الايام اللي بنشوفها في الان، هو البعد عن ربنا، والزوجه بتلاقيها بعيد عن ربنا، وكمان الزوج يا فندم بتلاقيه بعيد عن ربنا تماما. دلوقتي يعني انا بدعي لكل الشباب، الزوجات، الزوج والزوجه، كل بيت وكل اسره يقربوا من ربنا وتقربوا من ربنا، وان شاء الله كل واحد في حياته اي مشكله زوجيه ان شاء الله ربنا بيحلها له. لازم كل حاجه نحلها بكل صراحه، وكل لازم كل واحد يكون صريح مع زوجته في كل حاجه. يعني دي اللي اقدر اوصله لحضرتكم يعني خلال المشاهدين. ربنا يبارك فيك يا فندم. فعلا بجد اللجوء لله، وان احنا نفكر في كل تصرفاتنا ومعاملتنا للاخرين نعمل فيها ربنا، في الحاله دي ممكن نقضي على كل المشاكل دي. حقيقه. هو اللجوء لله في فكرته في ايه؟ الاتصال الروحاني. اللي بيخون ده دايما ماشي ورا احتياجاته الفسيولوجيه او احتياجاته كمان النفسيه، اما لما يبدا يقرب من ربنا بيبدا يتنزه عن الحاجات اللي مخليه مثلا يخون مراته، او يشوف دايما الجوانب السلبيه اللي عندها. ففعلا اللجوء ربنا او الاتصال الروحاني الاتصال الروحاني فيه هدوء للنفس. بالظبط. الشخص اللي متواصل روحانيا بالله وفي صوره متواصله بينه وبين ربنا بتلاقي نفسه هاديه حقيقة. فعشان كده بيقدر انه يتعامل، لان احنا دينا انسانيه، دين رحمه، دين محبه، دين جمال. لو اتبعنا كل امر من اوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هنلاقينا بنعمل كل ما يخص الانسانيه والمحبه والود وكل شيء، من غير ما نبقى بنعملها لا بتشدد ولا بتزمد ولا اي شيء. دون رحمه، دون يسر. وهو ده فعلا الوجه الحقيقي للدين، اي نوع من انواع الديانات الحقيقه، مش دين واحد بس، التسامح والرحمه. استاذ ايمن معانا. مساء الخير يا استاذ ايمن.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أبدأ أنا الدكتورة مع الدكتورة حضرتك. لو سمحت بالله. اتفضل الدكتورة مع حضرتك. ألو، الدكتورة والله منورة الشاشة وربنا يوفقها إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال حضرتك؟ لا والله أنا بس بحل الدكتورة بس والله. ميرسي جدا يا فندم، اشكرك للتواصل اللي بيهني حضرتك ويقول لك منوره الشاشه وانت منوره الصحه والجمال يا دكتوره. دكتوره، نرجع للسؤال الاولاني اللي اتسال، مين تهاني تعمل ايه؟ لا، هي في حاجات كتير بصراحة، يعني في حاجات كتير لازم تهاني تلجأ لها. أولا، إيه سبب الخلانة الزوجية؟ طب في مشاكل ما بينها وبين الزوج؟ الحاجة المهمة بقى، بلاش عملية البحث ورا الزوج. هو في رسالة جات له، طب تقوم رامي عينها كده، بلاش تدور طول الوقت وتبدأ تشتغل على، وللأسف الشديد طول الوقت بنقول نشتغل على نفسها، الكلام ده غلط. تبدأ تشتغل على العلاقة الزوجية بصفة عامة. طيب، احنا عايزين دلوقتي يا دكتورة، عشان الوقت ما يضيعش مننا، عايزين نتكلم عن الصحة النفسية. واحنا بقينا في الآونة الأخيرة زي ما قلنا في أسباب كتير جدا جدا للمشاكل النفسية اللي ممكن نتعرض لها، محدش فينا خالي وكلنا مرضى نفسيين بدرجات متفاوتة. حضرتك معايا في ده ولا لأ؟ بنسبة كبيرة. لأ، المرض النفسي ده مرض كبير قوي، يعني نقول على حد مريض يمكن عندنا مشاكل نفسية، ضغوطات نفسية ممكن تؤدي ان الحياة ما تبقاش ماشية بالظبط، ما سليمة تبقاش سلسة يعني. تمام. نتكلم بخصوص المبادرة بتاعت حضرتك، وحضرتك عاملة مبادرة قوية جدا وهي مبادرة دعم، حتى اسمها لوحده قوي، مبادرة دعم للدعم النفسي. من خلال المبادرة بتاعت حضرتك ازاي نقدر نحط الأسس للحلول للخلافات الزوجية اللي تكون موجودة وبالتالي بتأثر على النشأ وبتأثر على حياتنا وبتأثر على كل حاجة؟ الحقيقة المبادرة دي طلعت من فترة وبدأت إن أنا أمهد ليها، لأن إحنا عندنا خلافات نفسية وعندنا مشاكل نفسية بشكل كبير، بس إحنا بنتكسف نروح نقول للناس أو المتخصصين إحنا تعبانين. فالمبادرة كان هدفها يا جماعة في مشاكل نفسية وفي اضطرابات بنعاني منها كأفراد، فبالتالي ليه ما نلجأش المتخصصين؟ وكان الهدف ده من المبادرة إن إحنا نبدأ ننشر الوعي النفسي والوعي الخاص بالأسرة والوعي الخاص بتكوين النفسي للأسرة علشان المجتمع يبقى سليم بشكل كبير. طب ناخد ساره ونرجع لحضرتك، الاتصالات كتير قوي. مساء الخير يا ساره. مساء النور، ازيكم؟ منورين الشاشه. اسفين جدا ان احنا خليناكي تنتظري. الدكتوره مع حضرتك يا حبيبتي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيك. ازيك؟ موضوع الحلقه حلو جدا، وانا عايزه اقول بس ان الخلافات الزوجيه هي مش بتاثر عليا انا وجوزي بس، بتاثر على الولاد كمان. انا ابني اصلا بقى عصبي بسبب المشاكل اللي كان بيشوفها، وطبعا ده غلط جدا ان الاطفال يشوفوا حاجه زي كده. وانا بقول برضو ان ده بيبقى من، يعني من ضغط شغل، ضغط بيت، انا مثلا ببقى مطحونه في البيت، هو مطحون في شغله، فبالتالي نفسيتنا كلنا طاقه سلبيه، فده بينعكس على الاولاد مش عليا انا وهو خالص. انا ممكن اهدى وكده بس برجع ببقى كويسه خلاص تاني يوم، لكن الاولاد هما بينعكس عليهم نفسيتهم وفي الحياه عامه. ابني بقى بيبقى عصبي جدا، يعني انا شايفه ان ده بيأثر على الولاد مش عليا انا وهو خالص. اكيد اكيد هم الاسباب حقيقة. الاساسيه. ميرسي لاتصالك. بعد في النهايه خالص، بس علشان انا احنا معانا دقيقه يا دوبك هنختم فيها، زي ما كانت المتصله بتقول ان الاطفال هم اللي بيبقى الواقع عليهم، طفل في عمره الاولاني فعلا. في سنينه الاولانيه بيبقى نوع من انواع انه بيخزن كل اللي بيستقبله من الام والاب وهو صغير، وبعد كده بيبدا ان هو يصدره للواقع. راي حضرتك ايه؟ خلينا نكون متفقين ان طبعا الطفل بيتاثر بشكل سلبي جدا بالخلافات الزوجيه، مش بس لما بيتولد. تخيلي قبل لما بيتولد كان في دراسات اتعملت وقالت ان الطفل طبعا بيتاثر وهو في بطن امه. لما عملت الدراسات على اطفال فرط الحركه وتشتت الانتباه والاطفال الخاصين بالكوندكت العدوانيه، اكتشفوا ان الام كانت في وقت الحمل كانت عصبيه جدا. تخيلي كمان ان الخلافات الزوجيه، كان في مجله اسمها تشايلد سنه 2013 عملت بحث على الاطفال، اكتشفت ان عندهم تاخر دراسي وتاخر في التحصيل الاكاديمي ومشاكل في التشتت الانتباهي. كل ده بسبب المشاكل الخلافات الزوجيه طبعا والخلافات الزوجيه الزوجيه بشكل كبير. انا غصب عني وقتنا خلاص يا دكتوره، وانا كنت مستمتعه جدا مع حضرتك، وتوعدينا حضرتك بلقاءات وموضوعات تانية أكيد. كتير أكيد. بشكرك جدا دكتوره هناء توكل، الاستشاري النفسي والاسري وصاحبه ومؤسسه مبادره دعم للصحه النفسيه. شرفتيني يا دكتوره. بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهده، ويا رب نكون أمتعناكم واستفدتم مننا. انتظرونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الصحة والجمال. تحياتي أميرة يحيى، إلى اللقاء.